النجمة المتألقة دائما اللي نورتنا خلال شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل زلزال النجمة منى عبد الغني. بقول لك منورة الدنيا كلها. الشرقية منورة دايما في كل حتة. اهلا وسهلا بيكم. نورتينا في زلزال الحقيقة وكان دور مميز جدا. الله يخليك ويكرمك يا رب، يكون عجب الجمهور ويكون سنة حلوة عليهم يا رب بالمسلسل. النهاردة بنحتفل مع مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري ب 100 ديفيليه أو الديفيليه رقم 100، فتقولي له إيه النهاردة بقى؟ بقوله أنت تستاهل النجاح اللي أنت فيه، لأنه النجاح ما بيجيش بسهولة، بيجي بعد تعب وعناء. هاني بيسهر بيتعب بيسافر بيعمل مجهود خطير عشان يجيب أحلى الأقماشة الجديدة والتصميمات الجديدة، يعني هو يستاهل أكيد أنه هو يشرف مصر بره كمان في كل عروض الأزياء. بيستي من تصميماته طبعا كتير، مش كده؟ كتير، من أول ألاباندا وكمان وحفلات أكتوبر. مرة غنيت في حفلات أكتوبر في الحفلة اللي كانت فيها الفنانة شادية، يمكن كان عمل لي حاجة كده بالنوت الموسيقية وبتاع زي فساتين صباح. لا، عمل لي حاجات كتير حلوة قوي، وآخرها ألاباندا قبل حجابي، وبعد حجابي بقى كل المهرجانات وفرح بنتي وريم، وكمان عمل في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي. هل انت من النوع اللي بتحتفظي بفساتينك ولا ممكن يعني تهديها او تستغني عنها؟ لا، ساعات بهادي طبعا، بس يعني انا قدرا، انا اول ما اتحجبت كان حصل حريقه في بيتي، فيعني في حاجات كتير راحت، بس الحمد لله عملت جديد وحاجات حلوه، وكل شويه الموضه بتتغير وفي حاجات بتطلع طبعا. يعني فستان اللي ما تنسوهوش ابدا، يعني لبستيه سواء في عمل او في الحياه الشخصيه وما تنسوهوش ابدا. الفينال بتاع ألاباندا اللي هو كان لونه كل درجات البني بالكافيه، بالحاجة كنت بحيي بيها في الآخر خالص. الفينال كان حلو قوي.